موجز الأخبار من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أصيب 3 مواطنين صباح اليوم بجراح متوسطة إلى طفيفة حين فتحت قوات الاحتلال نيرانها تجاه مجموعة من الشبان شمال بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة أثناء جمعهم الحصى. قال مسؤول إسرائيلي إن حكومة نتنياهو تدرس خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال بحجز العائدات الشهرية من الضرائب أو جزء منها، رداً على انضمام فلسطين إلى 15 منظمة دولية. وتحول إسرائيل للسلطة الفلسطينية ما يقارب 400 مليون شيكل شهرياً تجمعها من عوائد الضرائب. أعلنت سلطات الاحتلال اليوم مصادرتها نحو 1000 دونم زراعي جنوب مدينة بيت لحم بحجة أنها أملاك دولة ويحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها. كما كشفت صحيفة هارتس أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعتزم مصادرة 180 دونما من أراضي قريتي عين يبرود وسلواد برام الله لإقامة محطة تقنية تابعة لمستوطنة عفرة المقامة على أراضي المواطنين. وافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد أمس في القاهرة على تمديد المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وحملوا تل أبيب المسؤولية الكاملة عن عرقلتها، وذلك عقب إعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لوزرائه بوقف الاتصالات مع الفلسطينيين باستثناء ما يتعلق بالجانب الأمني. قالت صحيفة ذا تيليغراف البريطانية أن مجلس النواب العراقي على وشك المصادقة على قانون جديد يشرع زواج الأطفال دون 9 سنوات، حيث يحدد القانون الحالي عمر 18 كسن للزواج ولا يشترط الحصول على موافقة الأهل، كما ويسمح بزواج الفتاة بسن 15 بموافقة ولي الأمر. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. تأخذني حياتي إلى أماكن كثيرة، أحب أن أعيش الحياة في أفضل أحوالها، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أبقى على اتصال والإحساس بالقرب من عائلتي ومن أصدقائي. لذا أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.